إخواني طلب الأساتذة، أخواتي الطالبات، السادات، يسرني أن ألتقي معكم اليوم في حصة خاصة بديداكتيك الرياضيات استعدادا لمباراة توظيف التعقد قطاع التربية والتعليم في الثانوي التأهيلي. معكم الأستاذ أحمد الناجي من مادة الرياضيات. سأتقاسم معكم خبرتي وتجربتي المتواضعة في حصة خاصة بإنجاز اختبار مقبل بالنسبة للدورة ديال 2020-2021، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. الحصة ديال اليوم مهمة لأن غنتناولو فيها وضعية ديداكتيكية حرجة، خاصة في بناء الأنشطة المتعلقة بمفهوم معين. اليوم غادي نشوفو امتحان، هذا الامتحان فيما يتجلى إخواني الأساتذة ومقبلين على اجتياز المباراة، متمنيا لكم من قلبي الخالص التوفيق. الحصة ديالهم غنتناولو فيها واحد الوثيقة التربوية اللي ديما تيعطيوهالنا في الامتحان. أول نصيحة، البريمي كونساي كيعطيونا واحد الوثيقة التربوية وهي من التوجيهات، انتبهوا لها، من التوجيهات التربوية العامة لتدريس الرياضيات في أحد السنتين إما الإعدادي أو الثانوي. غنشوفو الآن إخواني الوثيقة. هي هذه الوثيقة إخواني اللي غدا نحاولوا ما أمكن لاحظوا إخواني الأساتذة. الوثيقة كتناول الهندسة الدرجة الأولى، عندنا الهندسة، يعني أنا بداكم في الوحدة ديال الهندسة. من بعد كنجي أنا كنهتم بهاد التوجيهات التربوية العامة لتدريس مادة الرياضيات هاد السلك، يعني ما عنديش الثانوي التأهيلي، عندي السلك الإعدادي. دونك كاينة الأولى إعدادي، الثانية إعدادي، الثالثة إعدادي. أول سؤال تيكون هو المستوى المستهدف، أول سؤال المستوى المستهدف مزيان. دابا نرجعو لهاد الوثيقة إخواني، كنجي لهنا كنلقى المثلث قائم الزاوية والدائرة، هذا هو المحور. هنا عندنا مقاطع مغلفة الغوص، أعداد حقيقية، جيب تمام الزاوية والدائرة. إذن هنا جيب تمام كتعني كوسينيس النونجل إيكي، دونك الحساب المثلثي ما كاينش، يا ما كاين. دونك وهنا تقديم ديال الأعداد الحقيقية في العين السنة الثالثة، كنبقاو أعداد حقيقية طول السنة الدراسية، كنديرو العملية تاع الجذور المربعة. إذن هنا الأولى إعدادي ما كايناش، الثالثة إعدادي ما كايناش، دونك المستوى هو الثانية إعدادي. نجيو هنا لهاد التوجيه التربوي اللي خصنا نركزو عليها. تهديف هذه الفقرة إلى إثبات بعض العلاقات المثلية في المثلث القائم الزاوية ماشي مشكل، وهذا هو المثلث القائم الزاوية. تيكون عندنا إخواني مغلف بيتاغورس كما عرفنا عندنا هي سي أو كاري يساوي أ بي أو كاري زائد أ سي أو كاري، وهذه خاصية مباشرة من المثلث القائم الزاوية عندنا هذي. دونك هنا بيتاغورس شرط أن تكون في المساواة. واش كاين شي برهان غنقدرو نديرو في هاد الدرس هذا باش نصيبو هاد الخاصية؟ هذا سؤال. ثم جميع العلاقات الغير والدة، شنو هاد العلاقات هنا اللي غير والدة؟ تعتبر جميع العلاقات غير والدة في المكتب خارج المرة. دونك العلاقات إخواني اللي مكايناش هو كنعتبرو أشهر مستقبل عمودي، هذا بي سي. العلاقات المثلية مكاينينش، هاد أ أش أو كاري أش بي في أش سي مكاينينش، أ بي أو كاري بي أش بي سي تاهي علاقة مثلية مكاينينش، أ سي أو كاري سي أش سي بي مكاينينش، ثم أ أش في بي سي كتساوي أ بي في أ سي. دونك هادو علاقات مثلية مكاينينش. إذن هنا ديما في الوثيقة كاينين ثلاثة حوايج مهمين، شنو هما؟ هنا المحتوى المعالج، هنا القدرات المعتبرة، وهنا التوجيهات التربوية. التوجيهات التربوية. اليوم الحصة ديال اليوم إخواني،
هنحاول ندير معكم غير الخاصيه المباشره المثلث قائم بالزاويه والمحاط. هنحاول نديرو له هذه كنشاط نديرو له نشاط بنائي ونديرو له خاصيه الاكتيفيه. على بركه الله دابا غادي نمشيو نجاوبو على السؤال الاول. نقول المساواه المثلث هو الثانيه الى ذاتي. حيدنا السؤال الاول. السؤال الثاني المعارف الاساسيه خاصه بالدرس. المعارف الاساسيه الخاصه بدرس اولى بمقا المثلث القائم بالزاويه والدائره. هنا نبقاو على هذا النطاق المعادله خاصيه مباشره. عشان هي الخاصية المباشرة وهي مهمة بزاف نكتبوها كل مثلث قائم الزاوية تو تريانجل ريكتانجل مثلث قائم الزاوية وهو محاط بدائرة مزيان الدائرة مركزها منتصف الوتر كذا منتصف الوتر ديال هذا المثلث وشعاعها منتصف وتر هذا المثلث هو ولا منتصف وتر هذا المثلث. جينا هنا ساهلة هذا إخواني منتصف وتر هذا المثلث منتصف الهم الشعاع راه كيساوي نصف الوتر وشعاعها يساوي نصف وترين وشعاعها يساوي تبغينا نزيدوها نصف نصف وتالي. الآن جمع الخاصية المباشرة نشوفو سيدنا الخاصية العكسية. الخاصية العكسية نستحسن كتابتها رياضيا لأن باش نديرو الإغناء للترنيمة. دونك إذا كانت إذا كانت نقطة من دائرة سي أحد أقطارها بي سي نعم نقطرها بي سي مخالفة لأ ولب مخالفة النقطة مخالفة لب و لسي فإن أب بي سي قائم بالزاوية في أ نحاول لما أمكن إذا الآن حيدنا هادو كيجيو لنا السؤال الثالث وكيقول لنا السؤال الثالث كيقول لنا اقترح نشاطا اقترح واحد النشاط بنائي ديال كل خاصية اقترح نشاط نشاط رقم واحد بنائيا غير خاصية مباشرة هنا في ديال كونستول وانزيزو يعني بحال هكا كيفاش غنديرو ليه في داخل الحصن الدراسي إذن إخواني غادي نتسالو على واحد النشاط نعطيو المعطيات ديال النشاط معطيات النشاط ونفوقو بأسئلة توجيهية باش نقدرو التلاميذ ينجحو. نمشيو مع المعطيات وأولا أخ بي سي راه مثلث كيف هو قائم بالزاوية في أ مثلث قائم بالزاوية في أ ونعطيو منتصف الوتر ضروري إي منتصف بي سي. ما هي الأسئلة اللي غنقترحها عليكم الأسئلة أسئلة توجيهية أولا هادشي الشكل كان غادي نرسمو الشكل غنطلبو منهم يقارنو إي أ و إي بي و إي سي بالسلامة البركة أو بالسلامة المسطرة غادي يقيسوهم
وهنا أنا أعطيهم السؤال بين مباشرة بين أن إي أ تساوي إي بي تساوي إي سي، ومن بعد يعبرون هذه الكتابة بتعبير يعني استنتج أن هذا أ و بي و سي توجد على نفس الدائرة أو تنتمي إلى نفس الدائرة تنتمي إلى دائرة محددا مركزها وشعاعها. Je répète, mes chers camarades, chers collègues, professeurs, ABC est un triangle rectangle en A et le milieu de BC. Donc, des questions qu'on doit proposer qui sont orientées, définir la figure, bien construire la figure, montrer que IA égale IB égale IC. On dit que les points A et B se disent sur le même cercle, bien à partir du même cercle. Donc, on détermine le centre et le rayon. Donc, we consider ABC triangle for A point A. E medium for segment BC. I give for question. Draw for the figure. Prove the distance AA equal EP equal EC. Dx for 3 points ABC belong to the same circle. Only determine sin center and radius. Donc, maintenant, nous allons enlever ce machin. Nous allons enlever ce machin. Nous allons enlever ce machin. Nous allons إذن الشكل إخواني الأساتذة غادي نمشي نرسمو مثلا نستعمل شي بارلام نستعملو بشي بارلام نديرو الشكل بسيما بارلام وغادي نحاولو ما أمكن نمشيو مثلا الكابر واحد كابر إذن غادي نرسمو هدا الشكل هنا نستعملو الكابر هنا كنستعملو أها إذن لاحظوا هنا غادي نحاولوا نرسموا مستقيم هذا هذا المستقيم نديروا ليه اللون الكولور فوالا سي تري بيان نسمي لو نوار طيب لو بلو كوم فو فولي من بعد غادي ناخذوا واحد النقطة ناخذوا ناخذ النقطة نعود الشكل أظن الشركة الغرام نعود الشكل ونعود كابري نحن نحاول ما أمكن إخواني أرتجو إلا بشغيلة كبيرة وارف مدام إننا غد نحاول أن نرسم مستقيم فمدام نعود أخرى ندعو الشوخط ومن بعد ناخذ واحد النقطة هنا ونرسم العمود المعنى باش نلقى نتلقى الزاوية فوالا ثم نفس الطريقة غادي ناخذ اللون ديال هاد المستقيم كما كتلاحظو ومن بعد ناخذ واحد النقطة ناخذ هاد النقطة هادي نبدأ هنا هادي نقطة التقاطع ناخذ واحد اخرى هنا ونرسم هذا القطاع في
قطع هذه هي اللي بغي نوصل باش نلقى مثلث قائم الزاوية. إخواني دوك نحاولو ما أمكن نرسموها من الأول ثم نرسمو المنتصف ديال هاد القطع هي ديال الواتح ومن بعد نرسمو هاد القطع من هاد المنتصف ونديروها بلون معين. هنا غادي نقيسو هاد المسافات ونشوفو هنا إلا قسنا هاد المسافات أش لي غادي يكون. إذن كنلاحظوا بلا إخواني الأساتذة لقينا بلا هاد المسافة لأنه حنا خصنا هاد النقطة هادي تكون هي نقطة التعامل. خصنا ضروري نتأكد بلا المثلث قائم الزاوية هنا ممكن نسميو بعدا هاد النقط تاع تمني دروات تلاحظو هنا نورمي ماشي مشكل غادي نسميو بي غنسميو سي غنسميو دابا انا غادي نتأكد بلي هاد المثلث قائم الزاوية نمشي إخواني نجرب واحد البكار غنجي لهنا غادي نحاول ما أمكن نتأكد بلي هاد المثلث عندي هنا قائم الزاوية باش نحل الشك كتلاحظوا إخواني المثلث قائم الزاوية. إذن هنا مادام المثلث قائم الزاوية غنشوفو واش عندنا الدائرة دونك غنجيو غنرسمو هاد الدائرة اللي هي المركز ديال هاد بوحدة هو إي واحد دونك هنا غنحاولو ما نوميو هاد البوان إي ولقينا بلا هاد إي أ كتساوي إي كتساوي سي. إذن هنا هذا نحولها لقينا واحد الفكره ديال بغينا يدير لينا البرهان اخواني الطلبه اخواتي الطالبات مادام ان الدائره محيطه بالمثلث نمشيو للدرس اللي تقرا في الدوره الاولى بالمسلسل الثاني الذي في مستقيم العلم وهو واسطه مثلث تتلقى في نقطه واحده هي مركز دائره محيطه بهذا المثلث يعني les médiatrices d'un triangle se coupent en un seul point et se rencontrent en un seul point appelé le centre du cercle circonscrit. نتأكدوا بلي هنا عندنا هذه الخاصية هذه تعطينا فكرة على البرهان. دونك نمشيو دابا لا ميدياتريس الوسط ديال هذه القطعة هذه على بريمير ميدياتريس ونزيدو لا سوبون ميدياتريس ديال سيدة آخر على إفباس باليو ونزل الثالثة كاع شي مشكل دونك واسطة مثلث تتلقى في نقطة واحد دونك عندنا فكرة بأن مفهوم الواسط قد يدمج في البرهان ديال هاد الخاصية. نرجع إخواني
برهان وقد نشوف هنا البرهان هو السؤال الذي يتيج التالي البرهان إذن كيفاش نديرو لهذا البرهان هنا غير نعتبرو نعتبر نجي ناخد قدامكم المركبات ها هو جبال لنا إخواني بي سي لو بروفيون واحد عندنا إي متصل بي سي دونك حنا بغينا نلقاو هادي مع هادي هم تساوي لقينا ولا ممكن عندنا تا مشكل دونك نعتبرو لتكون جي منتصف أبي ونعتبر الجي منتصف أبي لاحظوا معايا جي نقطة إضافية جي منتصف أبي إذا بما أن إي منتصف بي سي نقول لك هذه خاصية مستقيم المار من المتصف إلى المثلث يواجه حالة الدلتا ولا عندي هذه إذا يجي يوازي أسي ونعلم أن أسي عمودي على أبي لأن المثلث قائم الزاوية دونك خاصية مستقيمة المتوازية كل عمودي على أبي فهو عمودي على الآخر إذن هذا يجي عمودي على أبي لاحظوا معايا هذا يجي عمودي على أبي إذن عمودي ويمر من المتصف فهو واسق وبالتالي يجي واسط لأنه يمر من جي منتصف أرضي وعمودي على حد القطعة أرضي واسط القطعة أرضي إذن هذا واسط وهذه النقطة كتنتمي مادام كتنتمي فهي تبعد بنفس المسافة عن طرف القطعة إذن يجي إيه تساوي إيه بي وحيث لأن النقطة كتنتمي الوسط وحيث إي بي كتساوي إي سي لأن عندنا إي متصل بي سي إذن إحنا عطينا الجواب إذن إي أ كتساوي إي بي كتساوي إي سي إذن إي أ كتساوي إي بي كتساوي إي سي ومنه فإن أ و بي و سي توجد أو لا تنتمي على نفس دائرة سي المهمة التي مركزها إي واش وعرها بطبيعة الحال إي أ ولا إي بي ولا إي سي واش وعرها من الأحسن وعرها إي أر نسميو أر الذي يساوي إي أ هي بي سي على جوج دونك إخواني الطلبة أخوات الطلبة كملنا البرهان ديال هذه الخاصية الآن تعطيونا المكتسبات القبلية دونك السؤال الرابع أشنو هي المكتسبات القبلية اللي درنا المكتسبات القبلية إذن يطلع بأن المكتسبات القبلية المثلث عرفينو منتصف قطعة واسط قطعة عملنا توازي التعامد استعملنا خاصية المستقيم المار من المستقيم غير المثلث غير المثلثين و استعملنا الخاصية المباشرة لواسط القطعة دونك واسط القطعة بين الخاصية المباشرة ديالو خاصياته وستعملنا الدائرة يكون عندنا مفهوم ديال الدائرة نوفر ثاني دائرة تبعية وهذا هو المكتسبات القبلية إذن من بعد كيعطيونا الترجمة بالفرنسية ترجمة بالفرنسية إخواني سهلة ماشي مشكل دونك معندناش مشكل في الوثيقة ديال الترجمة إذن الآن كاين عندنا لي كونتوني دو بروغرام وعندنا لي لي كاباسيتي اتوندي وعندنا لي ريكومونداسيون بيداغوجيك او بيان لي زورينتاسيون بيداغوجيك ونترجمو هذوك الكلمات للفرنسي الان اخواني ندوزو للخاصيه العكسيه ديرو لها نشاط بنائي
الخاصية العكسية. سيدي سلفتنا الخاصية العكسية. الخاصية العكسية هي اللي عنده لها نشاط. الخاصية العكسية اقترح نشاطا لها. اقترح نشاطا جوج بنائي لها. هذه الخاصية هذه ثم انزيزو. ثم انزيزو كما تعمل. أنا في تدخل الصعود. حنا دابا جي بغينا نجيو نعرف النشاط ديال هذه الخاصية العكسية. دونك اش خصنا نعطيو؟ خصنا نعطيو دائرة. أحد أقطارها بي سي أو قطرها بي سي ونعتبرو أ نقطة من هاد الدائرة من دائرة سي ولكن تكون تخالف بحيث أ تخالف بي و أ تخالف سي هي معطيات ديال النشاط هي معطيات النشاط دونك خصنا دابا الأسئلة اللي غنقترحهم أسئلة وهو نبينو بلا المطلق قائم جاب نديرو سؤال واحد فين دونك أول الشكل هذا عادي ماشي الشكل الثاني نبين أن أ بي سي قائم الزاوية واحد حنا باش نديرو هاد البرهان هنا غادي نمشيو نمشيو تاني إخواني ونرسمو هاد الشكل هذا باستعمال مثلا دي كليك باستعمال دي كليك دونك هنا غادي نرسمو واحد الدائرة شتو واحد الدائرة من الأحسن يكون عند الشعاع ونخدم هذا الشعاع مثلا ونرسمو الدائرة واحد من الدائرة رسمها من بعد نرسمو لها واحد القطر ناخدو نقطة منها وهنا ونرسمو مماثلة ترانسفورمي سيميتري سنتر ديال هاد البوان هنا بالنسبة لهنا واحد دونك هنا لقينا القطر كتلاحظو لاحظو إخواني هنا نرسمو هاد القطع هادي وقسمنا هذا الضرب ناخذ نقطة أ من الدائرة في المجموعة ما تكونش تخالف ما تكونش مطابق مع أ و ب و س نسمو النقط ب ونسمي هذه النقطة أ ونسمي هذه النقطة أ والدائرة هذه ماشي مشكل نوضع شي شوية هذه الدائرة دابا نزيدو هذا القطاع هذا بين أ و سي ثم ما بين أ و بي هذا نتابع في الحالة عم نقطع أو بغينا نسموها نسموها ماشي مشكل نركزو على أو دونك هذه النقطة إذن حنا هاد المطلق هذا واش قائم الزاوية دونك نتأكدو بلي هاد المطلق قائم الزاوية غادي نمشيو
قد نوقص القياس، أنا مش نوقص القياس، ولكن غادي نمشي هنا وغادي نحاول نشوف واش عندي مثل القائمة الجاية. راني تلاحظوا إخواني المثلة طلع قائم الزاوية، واحد دونك الآن دابا يبقى نفكرو في البرهان. ألوغ البرهان غنرسم غنعطيها بواحد النقطة غتكون مماثلة، دونك غادي نمشي نقوس لي ترانسفورماسيون ناخد تاني السيميتري سونتر وندير مماثلة أ بالنسبة لـ دونك هاهي جاتني هنا. هنا هاد النقطة هادي غنسميها دي من عندي سميتو دي وندير بلون مغير باش تبان ليكم واحد. دونك هنا غادي نزيدو هاد القطع ونزيدو هاد القطع، يمكن تضح إخواني بلا هاد الرباعي لي حصلنا عليه مستطيل فين تم الدراسة ديالو في السنة الأولى إعدادي دونك من المكتسبات القلبية. إذن في السنة الأولى إعدادي في الأسدس الثاني كنقراو رباعيات متوازي الأضلاع المستطيل المربع المعيش المنعزل. إذن هنا عندنا قطرة لهما نفس المنتصف هما أدي و بي سي، أدي و بي سي لهما نفس المنتصف، إذن هذا متوازي الأضلاع بما أنه قطرة للدائرة فهما متقايزين إذن هذا مستطيل وبالتالي الزاوية قائمة. إذن نرجعو إخواني دابا للبرهان ونمشيو دابا نرجعو للبرهان ديالنا ونمشيو نديرو البرهان. نرجعو إخواني نديرو البرهان ديال هاد النشاط. دونك بالنسبة للبرهان الأشياء اللي عطاهولنا البرهان لتكون بمماثلة أ بالنسبة لي. إذن كي غتلاحظو بلا أو منتصف أدي، إذن أو منتصف أدي، وحيث أو منتصف بي سي أثناء هدي، وعندنا أدي تساوي بي سي، إذن كل رباعي قطرة ولا منتصف لو مادام متقايسين فهو مستطيل. إذن أ على هذا الحال A B T C مستطيل، ومنه إذا مستطيل ترفع بأربع زاوية قائمة، ومنه إذا A B C قائمة الزاوية. وراء إخواني طلبة الأساتذة يسرني أن ألتقي معكم في حصة أخرى في تدبير أنشطة داخل القسم الدراسي في مادة ديداكتيك الرياضيات. إذن أملي باش إن شاء الله تحققوا التوفيق ديالكم. كتشوفوا الصعوبة اللي كنلقاو في اختيار النشاط، كيفاش كنفكروا، كنتلقاو البساطة والدقة والتوضيع لنا إخوان الجانب البصري، كنعطيو الوقت الحق باش أن يستافدوا في العمل. ما درتش معكم كيفاش نديروا تقديم واحد التمرين تطبيقي أو تقويمي للعمل اللي كانت هي الهدف ديالي، هو الأسئلة اللي كتطرح في الاختبارات ديال مباراة التوظيف، واللي من بين الصعوبة ديالها ليس هو تحديد المستوى المستهدف بقدر ما هو النشاط اللي كنطرحه انطلاقا من المعارف الأساسية ومن القدرات المنتظرة اللي تعطيوها. برفو تقولنا ما هي القدرات المنتظرة معاه بينا ولا تطلق هذه القدرات المنتظرة اللي هي من أجل المدرس كيحاول يدير تخطيط التعلمات ديالو وكيبني واحد النشاط اللي تيكون هادف وتراعي المستوى المعرفي ديال التلاميذ والمستوى العمري وتختار التوجيهات التربوية. أتمنى لكم التوفيق ونلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم.